علمكم، وما هي الخطوة خاصة القادمة التي ستتخذونها في هذا الشأن؟ أولا شكرا على الاستضافة، وتحية ليك وتحية للمشاهدين الكرام. فيما يخص الأمر أو قضية عمرو زكي، فالآن هناك جديد وسيكون حصري على قناة بيم، لأن صار في اتفاق الآن بفسخ العقد بين نادي الرجاء الرياضي واللاعب عمرو زكي. على خلفية هذا القرار اللي اتخذه عمرو زكي بإجراء عملية جراحية في ألمانيا، لذلك الآن نتمنى للاعب الشفاء العاجل، وفريق الرجاء البيضاوي الآن هو قد فسخ العقد مع اللاعب وفي اتفاق الآن مبدئي، والفسخ العقد سيكون في الأيام المقبلة إن شاء الله. نعم سيد محمد، بعد هذا التوصل للحل بالطلاق بالتراضي، لكن على عكس ربما ما أكده اللاعب في بيانه أنه تعرض للإصابة مع فريق الرجاء وليس قبل توقيع العقد، فإن المدرب فوزي البنزرتي صرح لإحدى الصحف المحلية أن الإصابة قديمة وأن الطاقم الطبي للرجاء يتحمل المسؤولية في ذلك، هل هذا صحيح؟ لا، هو الأمر أنفي بتاتا، فاللاعب أصيب في إحدى الحصص التدريبية إما في الحصص التدريبية أو إحدى المقابلات الودية، لا أحد يمكن أن يعطي وقت الإصابة، ولكن المهم أن الآن فريق الرجاء فالصفقة هي الآن فشلت، يعني لأن اللاعب إحنا كنا اللاعب المصري كان لأنه لاعب كبير ولاعب دولي، كان الهدف من هذا الانتداب هو أصبح الأبطال الإفريقية، الآن اللاعب هو مصاب، مدة إصابة تتراوح بين 6 أو 7 أشهر، لذلك فالنادي مضطر على أنه يفسخ العقد، والآن تم الفسخ العقد بالتراضي، وإن شاء الله مستقبل للفريق الرجاء، والمستقبل كذلك نتمنى الشفاء للاعب عمرو زكي. نعم السيد محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء البيضاوي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.